لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، حتى نفوز في رمضان، حتى نفوز في رمضان نريد علاقة جديدة مع القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن همك آخر السورة، لا يكن همك كم صفحة قرأت ولا كم آية قرأت، وإنما همك الأكبر: ماذا دخل إلى قلبك من معاني القرآن؟ ما أثر القرآن في قلبك؟ ما أثر القرآن عليك؟ علاقة جديدة مع القرآن، علاقة تدبر وتفهم، أن نعيش مع القرآن رمضان مختلف عن غيره، أن نعيش مع القرآن غير ما كنا نعيش معه قبل ذلك. نعيش بالقرآن ونعيش مع القرآن، يكون القرآن منهج حياة. ينظر الإنسان ما غير القرآن في فكره، في سلوكه، في أخلاقه، في تعاملاته، في كل حياته. علاقة جديدة مع القرآن في رمضان هذا العام. يسأل الإنسان نفسه بعد أن قرأ القرآن: ماذا أثر القرآن في قلبي؟ هل ازداد سعادة بعد قراءته للقرآن؟ هل ازداد حبا للقرآن؟ هل ازداد حبا لله عز وجل؟ هل حينما أغلق المصحف وأنهى القراءة حزن لأنه قد انقطعت القراءة؟ هل تمنى أن يعود إلى القراءة مرة أخرى؟ هل انتظر اللحظات التي يعود فيها إلى قراءة القرآن مرة أخرى؟ هل كان قلبه حينما كان يقرأ القرآن يرفرف في عالم آخر غير هذا العالم الأرضي الذي يعيش فيه؟ هل ازددت حبا لله عز وجل بعد القراءة؟ هل ازددت حبا للدين وحبا للإسلام؟ هل تذكرت ذنوبك وأخطائك وآثامك؟ فحزنت وندمت على كل لحظة تقصير ولحظة تفريط، وحزنت على كل لحظة عشت فيها بعيدا عن القرآن، بعيدا عن كلام الله عز وجل؟ هل سعادتك مع القرآن مثل سعادتك مع اللهو ومع اللعب؟ هل سعادتك مع القرآن مثل سعادتك مع الطعام والشراب؟ أم أن سعادتك مع القرآن تختلف عن كل سعادة وتختلف عن كل راحة؟ يسأل نفسه هذه الأسئلة، فإن كانت الإجابة بنعم فهنيئا له، وإن كانت الإجابة غير ذلك فليسأل الله عز وجل أن يهبه قلبا جديدا ونفسا جديدة، فهو يحتاج إلى قلب جديد وإلى نفس جديدة. ينظر الإنسان إلى أحوال أهل الإيمان، إلى أحوال الصالحين، إلى أحوال المحبين الصادقين لله ولكلام الله عز وجل، يرى أمرا آخر، يرى قلوبا مختلفة ونفوسا زكية طيبة. ومع أثر القرآن على الصالحين يكون لقاؤنا المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. يا مرحبا يا مرحبا، زين الشهور.